اليوم رح نعمل مقلب. انا I don't like this. ما بدي نتبهدل كمان on her channel. ما فهمت بدك نوقف الفيديو. There's a bit of samsame. ما بعرف شو بدنا صبايا. We're supposed to be friends. لا Hi guys, welcome back to my channel. مثل ما قريتوا بالتايتل اليوم رح نعمل مقلب. ترى حال هن a young couple مجوزين بدبي. هن لبنانية بس عايشين بدبي. بس هلأ احنا بلبنان فقررنا to meet up تنصور فيديو. في شي ميل ما بتعرفه هو انه انا وميلو اوريدي حكينا وقررنا نعمل مقلب فيها. فهلأ بدي ابعتلهم voice note تبلش بالمقلب تما روح وبين دغري لقيمة. رح بلش كون لقيمة من هلأ. فا اوكي كتير احسن لما اضحك. صراحة كنت عم فكر بالموضوع. صراحة كنت عم فكر بالموضوع و I don't think it's fair انه نصور فيديو بس ل your channel لانه اول شي انا عندي اكتر subscribers تاني شي عم تاخده من وقتي فرح نعمل للشانل تبعي هالوين ميك اب لوك فاذا فيكن تحضروا قصص بيكون كتير منيح thank you انا كتير بحبها لمال ما بعرفها بس كتير بحبها ف I feel mean ان شاء الله يكون منيح ما بعرف اذا it's mean enough بس I think it's a good start سوري مال وي لاف يو يلا ليتس جو بدك تضوي منيح ولا بدكم تخففوا شوي؟ منيح منيح؟ يلا yeah. بس حاسه في كثير فراغ فوقنا بس ما عليه فيي طلعوا لا ما هيك قصدي هلا رجعت بالصباح كان انه هون مش معودين نشوفك لايف هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل اليوم معي ذرحال هلو هاي بتعرفوا شو عن حالكم ميلاد وميليسا لا ما حبيته لا انه صفا انه بس عارفه اكثر يعني طب رجعي بلشي انت يلا اوكي هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل اليوم معي ذا رحال هلو هاي فاينلي تعرفنا على جوا فاينلي anyway yeah. اليوم رح نعمل هالوين ميك اب لانه كثير قريب هالوين بفتكر بس ننزل فيديو بيكون ثاني نهار هالوين ام هيك شيء صح سو هنا نقوا لوك which is this one رح احط صورته وانا رح اعمل هيدا اللوك سو It's a competition. بالكومنتس رح تحطوا مين ميك اب مين احلى انا ولا جوا اكيد انا. So خبرونا شوي عن حالكم، كيف تعرفتوا؟ So basically ما كنا بنعرف بعض obviously بس كنت اسمع عنه لانه we have my cousin in common ولا مرة انا ثاقبت اظهر معه هو يكون يعني مو المثل بعد شوي رح عوز هيدا الشيء اللي معكم اي شادو خذ حيلا شيء ما بحبه لهي الهايلايتر ابدا I love my زون تبعي بس بسيط انت كثير بحسك organized وبتغسل البرشز تبعك وين حط؟ on my eyes مش هالايد او ماي جاد شو عرفني شو عم اهلك هلا هلا بياخذ العينتين all you need to do is blend ايه سو بيسكلي تو كونتينيو ذا ستوري سألت انا كنت ظاهره وذ ماي كوزن على مرم خايل اند هي كيم وين هي سو مي سطل هلا عم نسمع الستوري من ميلي وحده بدنا ميلتك بعدين لانه بركي مش هيك ايه بدك تحط لك لون ثاني مدام فيك تخليها تخلص الخبريه ايه تفضلي سوري فقمت انا عجبتني حسيتها مهضومه فمثل قاعد على فيسبوك بس وانا بهالوقت كنت رايحه على الصين سو بيسكلي اي دونت نو اف يو نو بس انا رحت عشت سنه بالصين سو هون كان حاسس هو انه اوف هالبنت انترناشونال فقلت لي انا رحت طوكيو قلت له ايه اوكي بس اتس دو ديفرنت كونتريز انه قالت لي عايشه بالصين بدي بابيز عليها قلت لها انا رحت على اليابان قلت لي تو ديفرنت كونتريز كانه انا جاهل يعني انت من هول بالبابزو لا بس انا عجبتني قلت كيف هاو تو امبرس ليش بالصين بعدين عملت لها اد على فيسبوك بعدين بعد يوم طلبت رقمي عملت لها اد على واتساب ما بصدق كثير انا طلبت رقمك كل ما قال لها تعي نظهر لا تعبانه بتتكبر ايه بعدين راحت على دبي اجت لتشوفني ما لقيتها انا اهلي هونيك كيف صرتي بتحبي البلانت؟ وانه شو صار؟ وقت اللي شو صار معي؟ كيف لطشتي؟ حسيت انه عبالي شيء جديد في نقص بحياتي جبت وحده اثنين صرت انه كل يوم عم بعتني فيها وهيك وحسيت انه من اول شهر عشت فمن وحده لوحده صاروا شيء 15 عندي هلا لا مش عطيتني كارت فولس الله يستر وين موقف التصوير يلا لا ما كان عم صور بلا بس عم بقول ما بعرف وين وقفت خربت زيادة شو خربتها؟ جايز بعرف انه هلا فارق الميك اب بس لانه قطش الفيديو لانه ميلو از فيري بروفيشنال بدك نرجع نعيدها انه شو ميلو فيري بروفيشنال لا هلا ما تبهدلينا على الشانل انه عم كون هونست انه هيز اديتنج سكيلز ار ذا بيست اي ثينك يلا
ليكي انه مش حلو يبين الفايب بشع يعني خلص خليها شوي في شوي نيجاتيفيتي. لا ايه انا اي دونت لايك ذس انه وي نيفر هاد اني ايشو صح ميلو وذ اني ون. Yeah. Do you want to continue or we can stop everything? No. What happened? So what happened? But you can wait for the video. I don't know. I feel there's a bit of Sam Sam. I don't know. Tell me, do you have anything? No. I don't know. عن جد انه انا اي تولد هيم انا اصريت اي تولد هيم انه اي وونت اس تو ميت بس انه اذا منك ممنونه انه وي كان نوت. كليب كليب او ماي جاد انت عم تعمل فيا دروبه وانت لا عادي خلص وانا من قلبي الطيب اي واز لايك انه امبارح. او ماي جاد على فكرة اول مرة سمعتها اياه ما دغري انه قالت ما حست في شيء غلط كثير مش ما حست في شيء غلط انه شي واز لايك انه اوكي اوكي او ماي جاد بس انت اسم الله عليكي ما قويكي اول ما وصلت طجيتيها كانه مبلمش جود فايبز اليوم كثير. طب نحن شو خصنا تفشي خلقك فينا مثلا بعلي صوتي انا شو مرقتي؟ ليكي بس اقول لك من الاخر نحن هول حركات يوتيوب انه وي ويل تيك فروم يور هيدا وهيدا هو معنا اياهم ما له داعي الحديث والله خلص خلينا نركز على البداية. لا انه انت ما تفكر انه نحن نيتنا شو؟ ما حسيتك انت تضايقت انا اذا حدا بيضايقه لميلو بقصر لا عظمت لها اياها كل شيء قلتها بس ما قلت هيك بتقلي وهي تقلي انه سافا بس عن جد انقهرت عليهم هلا هول اللي انقطشوا كانوا حلوين بس هلا انت امتى كنت عم تستهزئ وقلتها لا كل الوقت انا عم جرب لا على فكره شيز تو نايس لانه ما بقدر يعني كان المفروض تكون كل الوقت كثير ثقيله عرفتي كل شيء تفوتي انت الا ليك انه مانك ثقيله انف يعني بتقلي ما عم بقدر طلع فيها حرام شيز تو نايس فستفستك منيح كثير او ماي جاد هلا لو ما في كورونا كنت بعطيك هلو اجين هلا صار فينا خلص ماشي الحال عبطتكم عبطتوا بعضكم صار فينا ما فينا كثير بس او ماي جاد اي فيل سو باد ام ريلي سوري اذا بدكم تحضروا الفيديو اللي عملناه على تشانل تبعهم فيه كمان باسم فوتوا على اللينك تحت بالديسكربشن رح يكون موجود ثانك يو سو ماتش فور بينج وذ مي سوري مان او ماي جاد اي فيل سو باد Thank you for watching. وأكيد subscribe to Joa's channel لأنه فيديوهاتها بعقده ورحوا عملوا لها follow على Instagram لأنه صورها كتير حلوين. وكمان subscribe على لنا okay whatever. Okay وشوفكم جماعة الجاي وبس نروح على دبي إذا بدكم نرجع نعمل collab قولوا لنا بالcomments تنعرف and I'll see you next week. Bye bye.